أمم أفريقيا للشباب والتي ستحتضنها بلادنا فبراير ومارس المقبلين إذا انطلاق المباراة بسفارة الحكم بابا كارسار بمساعدة كل من شداد مريم شداد وهولي ديبا والحكم الرابع هو إسلمو إيميجن انطلاقا وشوت كينغس انطلق في كرة اتجاني الشيخ ما مازال يتوغل في كورة وإلى ركنية المدرب الففل يطالب بالضغط كيت يقود في تجربه جديده الفريق التنوا مغامره جديده ركنية لفة عن طريق أبو أو هذا طبعا المختار مختار أو خطيرة جدا وركنية يقف على الكرة يرجع إلى الحاج عرضية كما جاءت خطيرة 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 يا سلام يا تألي المختار سيد يتقدم كراته خطيرة جدا أو عبرت سليمة عبرت إلى ركلة مرمى شوت كينغز من جديد يعقوب كارديدي يلعب كرة مع الجواد يسلكو يسلكو عرضية يسلكو عرضية خطيرة 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 السلام اخيرا يتمكن التجاني الشيخ التجاني بوج في مباراه صعبه يا سلام الكونترول متميز جدا وتمركز خاطئ لدفاعات فريق انتر بوب هنون ترجع الكره لعناصر واشوت كينجز وحكم المباراه ينهي شوط المباراه الاول بابا كارسر بتقدم واكشوت كينجز على انتر واكشوت كان شوت كينغس الكرة لمبوت شيخ التيجاني سيدي خطيرة 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 خطيرة, خطيرة, خطيرة ولا دبو الثاني جول الشيخ التجاني بود وتصبح المهمة صعبة صعبة جدا شوف التمركز الخاطئ وشوف المتابعة الجيدة جدا فيلم المرمى الكرة بالهدف الثاني عن طريق الشيخ التجاني تحت تشجيع تشارتوره محمد سر مختار 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 جميلة جميلة الثانية قريب الثالث قريبة قريبة قريب. الثالث قريب ولكن ضاع فرصة قريبة جدا وكرة خطيرة آه قطوس يتقدم للتسديد قطوس كرة خطيرة جدا يا سلام الكرة القوية من ثوبان قيل وسدت انتر قريبا من تخليص الفريق خلاص خلاص بابا ساري السعدي عطاي سافرة النهاية المباراة ورشيد محمد نعم بابا سار ينهي المباراة بفوز فريق شوت كينغس على فريق انتر